اهلا وسهلا فيكم اصدقائي، عم نطلع عليكم انا وريمبو بيوم جديد، تحديات جديده، واكيد لازم اذكركم كتبوا اتصالاتكم وتشاركوني اجاباتكم. تتذكروا كمان انه اليوم فرصتكم الاخيره لحتى اول فرصه لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس. اصدقائي، هديتنا هذا الاسبوع هي عباره عن فوتشر مقدمه من ويندر باس لعائله مكونه من 4 اشخاص، وهي رحله للاستمتاع بالمغامرات البرمائيه ونقطه الانطلاق والعوده من مركز برجمان موجود باماره دبي. اكيد بدي وجه تحية لنجمة الأسبوع صديقتنا أفنان وخبرها أنه نحن بانتظارها. اتصال جديد، شكل كتير متحمسة على الاتصالات. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول من الأزهار المائية، حيث أنها تنمو وتزهر فوق الماء، تحمل رموزاً وطنية في بعض البلدان وتتميز بشكلها الرائع الخلاب وبأوراقها المستديرة وقلبها الأسطواني الذي يتجه إلى الأعلى. تستخدم في صناعة العطور وفي عمل مساحيق التجميل والعناية بالبشرة. ما اسم الزهرة التي تنمو وتزهر فوق الماء وأوراقها مستديرة؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأخضر كان بيقول من الأزهار المائية، حيث أنها تنمو وتزهر فوق الماء، تحمل رموزاً وطنية في بعض البلدان وتتميز بشكلها الرائع الخلاب وبأوراقها المستديرة وقلبها الأسطواني الذي يتجه إلى الأعلى. تستخدم في صناعة العطور وفي عمل مساحيق التجميل والعناية بالبشرة. ما اسم الزهرة التي تنمو وتزهر فوق الماء وأوراقها مستديرة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، كثفوا اتصالاتكم. رح ناخد أول اتصال لليوم ونقول ألو. ألو 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 الو 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 حليمة، الو ما عم بسمعك، مرحبا كيفك؟ الو ايه منيحة؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني كيف كان الويكند؟ انا ما عم بسمعك. وانا كمان صوتك كثير بعيد، كثير تاخرت لاسمعه. هلا عم تسمعيني اوكي؟ يا حليمة لا ما عم بسمعك. طب هلا ما بعرف، شكلك انت بدك تحاولي تشوفي شو ممكن تعملي بالتليفون. لا كمان لا. طيب شو رايك تجربي ترجعي تتصلي كمان مره؟ بس انا بعرف الجواب. اوكي حليمه، او اذا انت سمعتيني ممكن تخبريني الاجابه. بعرف الجواب. شو الجواب يا حليمه؟ اللوتس. اوكي فاطمه رح تشارك حليمه؟ ايه اوكي خليها كمان تخبرني الاجابه لانه ما بعرف ليه عم بسمعكم. الو كثير متاخر. اهلا وسهلا فاطمه، كيفك؟ اللوتس. شكرا لك يا صديقتي، شكرا لمشاركاتكم. حليم وفاطمه عم بسمعكم كثير بعد وقت متاخر، اكيد عم بستنى مشاركاتكم لحتى تخبروني اكثر كيف قضيتوا الويكند. رح ارجع اكرر عليكم اصدقائنا سؤالنا، بيقول ما اسم الزهره التي تنمو وتزهر فوق الماء وأوراقها مستديرة؟ مثل ما شفتوا شاركونا حليمة وفاطمة وكانت إجاباتهم زهرة اللوتس. يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، أكيد لازم نستنى لحتى ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال ونعرف شو الجواب الصحيح من ريمبو. وأنتم خلال هذا الوقت بيكون عندكم فرصة تسألوا الموجودين معكم إذا ما كنتوا أنتم بتعرفوا الجواب، كمان تعملوا سيرش على جوجل، أكيد 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 رح يساعدكم بيعطيكم الجواب الصحيح. فكروا كتير منيح، كتبوا اتصالاتكم، ركزوا، شاركوني كل إجاباتكم لحتى ينزل اسمكم بالسحب وتقدروا تكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. أكيد إن شاء الله نهار الخميس أنا ونجمة الأسبوع صديقتنا أفنان رح نعرف مين نجم هذا الأسبوع، وهذا الشيء بيعتمد عليكم انتو، قد ما اتصلتوا وشاركتوا اكثر قد ما كان عندكم فرصه اكبر تدخلوا معنا هذا السحب وتكونوا من نجوم الاسبوع وتقضوا ويكند كثير حلو، تستمتعوا برحله برمائيه وتاخذوا معكم اكيد غيركم 3 اشخاص. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو 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 يا الو يا أصدقائي. ألو 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 مين معي؟ طيب أنتوا عم تتناقشوا بالجواب بس ما خبرتوني مين معي، أصلا شكله انقطع الخط. ألو
أصدقائي للأسف شكلكم ما عم تسمعوني، أكيد في مشكلة بالاتصالات رح تنحل قريبا جدا، بس مع هيك خليكم عم تجربوا تتواصلوا معنا من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم. اتصال ومنقول ألو. يا ألو. 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 كان بيكلمي نورة. والله فضحتي. ألو. ألو. للأسف أصدقائي ما عم بقدر اسمعكم أبداً بوضوح، أو حتى ما بعرف شكل صوتي ما عم يوصلكم. مو مشكلة، لسه كمان عندكم شوية وقت تتحاولوا فيه. رح أرجع أكرر عليكم، اللون الأخضر كان بيقول من الأزهار المائية حيث أنها تنمو وتزهر فوق الماء، تحمل رموزاً وطنية في بعض البلدان وتتميز بشكلها الرائع الخلاب وبأوراقها المستديرة وقلبها الأسواني الذي يتجه إلى الأعلى. تستخدم في صناعة العطور وفي عمل مساحيق التجميل والعناية بالبشرة. ما اسم الزهرة التي تنمو وتزهر فوق الماء وأوراقها مستديرة؟ للأسف يمكن بسبب مشكلة الاتصالات قدرت أخذ اتصال واحد لحد هلأ. معنا اتصال جديد ومنقول ألو. ما أنا بشارك باسمك. ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ مين معي؟ سارة. سارة، أهلا وسهلا فيك، سمعتيني منيح؟ بس صوتك سارة. ماي وما مبين. أوكي. يعني مأخر. أوكي، توطي صوت التلفزيون، تسمعيني من التليفون، شو رأيك نجرب؟ زهرة اللوتس. أوكي، شكراً إليك سارة، رح أخذ إجابتك زهرة اللوتس إن شاء الله تكون صحيحة. شكراً. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم الزهرة التي تنمو وتزهر فوق الماء وأوراقها مستديرة، والجواب أكيد صح زهرة اللوتس. أصدقائي ريمبو لسه مخبي لكم معلومات بس بعد هذا البريك. ورجعنا لكم أصدقائي، هلأ صار فيني أكيد اسمعكم كتير منيح وكتير بوضوح، لهيك صار لازم تكثفوا اتصالاتكم، تشاركونا وتخبروني كل إجاباتكم. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول بناء في بلاد ما بين النهرين أي العراق حالياً، وهو عبارة عن تتالي عدة أبراج يصل عددها إلى 8 أبراج، وقد بني الدرج لهذا البناء من الخارج بشكل لولبي يحيط بكل الأبراج، وفي وسطه محطة ومقاعد، وسمي باسم المدينة العراقية أيام حمورابي. ما اسم البناء الذي بني في عهد حمورابي في بلاد ما بين النهرين ويتألف من 8 أبراج؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول بناء في بلاد ما بين النهرين أي العراق حالياً، وهو عبارة عن تتالي عدة أبراج يصل عددها إلى 8 أبراج، وقد بني الدرج لهذا البناء من الخارج بشكل لولبي يحيط بكل الأبراج، وفي وسطه محطة ومقاعد، وسمي باسم المدينة العراقية أيام حمورابي. ما اسم البناء الذي بني في عهد حمورابي في بلاد ما بين نهرين ويتألف من 8 أبراج؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. عائشة. مرحبا، مين معي؟ منصور. منصور؟ هي. أهلا وسهلا فيك منصور، تعرفني عن حالك، من وين عم تحكينا؟ فاتو خيمة. أهلا وسهلا فيك يا صديقي. طيب منصور قد عمرك؟ 12. العمر كله، أوكي 12. يعني تعرف هاي المعلومة ولا في حدا ساعدك؟ في حدا ساعدني. أوكي خبرني بالأول شو الجواب؟ شو منصور؟ شو يا منصور؟ طب اللي ساعدك وينه؟ نعم؟ البابل؟ برج بابل؟ هي. أكيد. ما أوكي، أنا
رح أخذ إجابتك منصور إن شاء الله تكون صحيحة. طبعاً لتعرف إذا جوابك صح أو خطأ لازم تضلك معنا لنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. وأكيد أنا وريمبو كتير مبسوطين مشاركتك ومنتمنى دايماً تشاركنا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو نوار. أهلاً أهلاً هنية سارة. سارة كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله تمام. بما أنه ما كنت عم بسمعكم بالمرة الأولى خبريني كيف كان الويكند معك؟ حلو؟ هاي كتير؟ كتير. والمدرسة ولسه مبلشي من جديد، تعب ولا مو كتير؟ صعب ونص صعب ونص زين. أوكي يلا نحن بنطلع على النص الزين وكمان لازم ننتبه كتير منيح لدروسنا صح؟ هاي أوكي، عرفتي الجواب؟ البابل؟ برج بابل. طب مين عم يساعدك؟ عمتي. الله يحفظها. خبريني سارة في حدا رح يشارك؟ صح على قلبك. في حدا رح يشارك؟ سيف وموزة. اوكي لانه هالسؤال قبل سألينه. برافو عليكي انك مركزة سارة، شكرا لك يا صديقتي. سيف ولا موزة مين بالاول؟ موزة. اوكي الو. اهلا موزة كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ برج بابل. شكرا لك صديقتي موزة، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. سيف كيفك؟ الحمد لله. بكل حماس خبرني شو الجواب؟ برج بابل. اكيد. الو. امنه. امنه اوكي مو سعيد. اهلا وسهلا كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني آمنة شو جوابك؟ برج بابل. أكيد أكيد. سعيد بشارك وعليبة. أوكي وهنية. أوكي ألو. سعيد صح؟ صح. أهلا وسهلا. خبرني سعيد شو الجواب؟ برج بابل. شكرا لك يا صديقي. ألو. الو عذيبة. ايوه اهلا وسهلا كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. يلا انت اللي ساعدتيهم كلهم، خبريني شو الجواب. برج بابل. اكيد صح؟ اكيد. شكرا لك صديقتي. الو. ابائي هنية. هنية صح. اوكي كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني هنية شو الجواب؟ برج بابل. كمان من عذيبة ولا انت بتعرفي؟ عذيبة. شكرا لكم اصدقائي شلة عذيبة. شاركت؟ ايش شاركت بتوقع؟ ما بعرف نسيت شاركت ولا لا؟ ايه. اوكي شكرا لكم شلتنا الحلوة، ان شاء الله تكون كل اجاباتكم صحيحة. اتصال جديد وبنقول الو. الو. اهلا وسهلا كيفك؟ الحمد لله انت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني هلا بعد ما صرت اسمعكم منيح كيف كان الويكند؟ الحمد لله. حلو؟ مليتي ولا مو كثير؟ لا مو مليت. اوكي كثير منيح. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ برج بابل. اكيد ولا؟ اكيد. اوكي فاضل رح تشارك؟ ايه. شو قولي؟ اوكي. الو. اهلا وسهلا كيفك يا صديقتي؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني فاطمه شو الجواب؟ برج بابل. اكيد صح مليون اكيد. يا سلام مليون شكرا. اكيد شكرا كمان لحليمه. مين لسه اتصال جديد وبنقول الو. الو. اوكي انا بعرف هذا الصوت اكيد. مين؟ يارا. اهلا وسهلا صديقتي الحلوه يارا كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ برج بابل. في حدا ساعدك؟ لا شفته من السلة. شو؟ شفته من موزة وإخوانها. أوكي برافو عليكي شكرا لك يارا، أنت كنتي آخر مشاركين معنا لهذا السؤال. سؤالنا أصدقائي كان بيقول ما اسم البناء الذي بني في عهد حمورابي في بلاد ما بين النهرين ويتألف من 8 أبراج؟ والجواب أكيد صح برج بابل. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ورينبو لسه مخبي معلومات لهيك لازم نقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون الأخضر، بس هالمرة اللون بيقول هي جزء من الجهاز الهضمي،
تقع على الجانب الأيسر في الجزء العلوي من البطن، يصلها الطعام من المريء عن طريق صمام عضلي سفلي، وتقوم بإفراز حمض أنزيمات مساعدة على هضم الطعام. تنتهي ببوابة تسمى العضلة العاصرة، يسمح للطعام بالخروج إلى الأمعاء. ما هو اسم الجزء الذي يقوم بهضم الطعام في الجسم ويقع في الجزء العلوي من البطن؟ رح كرر عليكم أصدقائي، اللون الأخضر كان بيقول هي جزء من الجهاز الهضمي، تقع على جانب الأيسر في الجزء العلوي من البطن، يصلها الطعام من المريء عن طريق صمام عضلي سفلي، وتقوم بإفراز حمض وأنزيمات مساعدة على هضم الطعام، وتنتهي ببوابة تسمى العضلة العاصرة، يسمح للطعام بالخروج إلى الأمعاء. ما هو اسم الجزء الذي يقوم بهضم الطعام في الجسم ويقع في الجزء العلوي من البطن؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو؟ 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 مين؟ فرح. فرح، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني كيف كان الويكند، شو عملتي؟ منيح. شو عملتي؟ طلعتي برا البيت ولا لا؟ لا طلعت. أوكي منيح. طيب فرح، عرفتي شو الجواب؟ المعدة. أكيد. أكيد. شكلك بدك تصيري دكتورة بس تكبري، صح؟ شو؟ صح؟ ليزي يا سلام، أنا اكتشفت سر فرح. أوكي، في حدا رح يشارك؟ آلينا. يلا. ألو ألو. أهلاً أهلاً، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، كيف الدراسة، منيحة ولا لسه بعدك ما بلشت الدراسة، صح؟ لا منيحة. منيحة، برافو عليكي. طيب لينا، شو الجواب؟ المعدة. حدا ساعدك؟ لا. لحالك؟ يا سلام. هل تريد أشارك؟ طبعاً عادي. ألو؟ أهلا وسهلا، كيفك حمزة؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني يا صديقي شو الجواب؟ المعدة. أكيد صح؟ أكيد. شكراً لكم أصدقائي فرح لينا وحمزة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. المعدة. اتصال جديد، نقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حليمة، خبريني صديقتي شو الجواب؟ المعدة. مساعدة ولا بدون؟ بدون. أكيد صح؟ إيه. أوكي. فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو؟ أهلاً أهلاً صديقتي، خبريني شو جوابك؟ معدة. طب قولي لي، مين عرف بالأول، أنت ولا حليمة؟ من المدرسة. من المدرسة، شكراً لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. فكروا كتير منيح أصدقائي، رح كرر عليكم. ريمبو كان بيقول ما هو اسم الجزء الذي يقوم بهضم الطعام في الجسم ويقع في الجزء العلوي من البطن؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، المعلومة كتير سهلة، أكيد مارقة عليكم كلكم بالمدرسة. اتصلوا على الرقم الموجود قدامكم على الشاشة، كتبوا اتصالاتكم، وتذكروا كل ما اتصلتوا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر للربح. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ نادرة. نادرة، أهلا وسهلا. نادرة، أول مرة بتشاركينا؟ لا، قبل شاركت معكم. طب تذكريني بس من وين عم تحكينا؟ رأس الخيمة. أهلا وسهلا فيك يا صديقتي، من وين ما كنتي عم تحكينا؟ طيب نادرة، عرفتي شو الجواب؟ هي المعدة. أكيد. هي أكيد. في حدا رح يشارك ولا بس أنتي؟ هي أخوي. أنا. أنا. ألو. ألو. ألو 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 يا صديقي، شكله انقطع الاتصال، أكيد أخو نادرة، نحن عم نستنى مشاركتك صديقي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ عذاري. عذاري، أهلا وسهلا، كيفك؟ خير. وين مختفية؟ زمان كتير ما تواصلتي معنا. اليوم جديدة. أوكي، طيب لا تنسينا مرة تانية لأنه نحن منحبك ومنشتاق لك. خبريني يا صديقتي، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ المعدة. أكيد. هي. حدا ساعدك؟ الماما. الله يحفظها، شكرا لك عذاري، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. ولا تنسي انه انا وريمبو عم نستناك دائما. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو نوار. اهلا اهلا ساره. هاي. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ المعده. اكيد.
أكيد. كم بالمية؟ 100%؟ المعدة. ألو. أوكي. موزة؟ سيف. سيف، أهلا وسهلا من جديد. خبرني شو جوابك؟ المعدة. أوكي، مين رح يشارك؟ موزة؟ إيه. أوكي يلا، أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ المعدة. شكرا إلك. مين كمان؟ يلا بسرعة، ما عندنا وقت. مين؟ سعيدة. سعيد، خبرني بسرعة شو الجواب؟ سعيدة جواب. شكرا. في حدا كمان؟ ألو. مين؟ آمنة. آمنة، خبريني بسرعة شو الجواب؟ المعدة. عذيبة وهنية بشارك. أوكي بس بسرعة. ألو. أهلا وسهلا صديقتي، خبريني بسرعة جوابك. المعدة. شكرا لكم اصدقائي. خبريني شو الجواب. هنيه، المعده. شكرا لكم اصدقائي، الحمد لله قدرت اخذ كل اجاباتكم، ان شاء الله تكون صحيحه. سؤالنا كان بيقول ما هو اسم الجزء الذي يقوم بهضم الطعام في الجسم ويقع في الجزء العلوي من البطن؟ والجواب اكيد صح، المعده. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا. الرينبو لسه مخبي مفاجات وتحديات، بس بعد البريك. رجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا. أنا كتير متحمسة نعرف ريمبو شو مخبي كمان، لهيك بدنا نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول هو نظام مواصلات لنقل الركاب مقتبسا من القاطرات البخارية، وهو أحد أهم وسائل النقل في معظم دول العالم، بخاصة الدول ذات الكثافة السكانية العالية، وتكون مساراتها عبر أنفاق أو جسور، كما أنه أنشئ واحدا منها في دبي سنة 2009 ميلادي. ما هو اسم نظام المواصلات المقتبس من القاطرات البخارية؟ رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ علي. علي، أهلا وسهلا فيك. علي أول مرة بتشاركنا؟ هي أول مرة. أوكي، عرفني عن حالك، من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ العين. من العين، أهلا وسهلا. قد عمرك؟ 9. العمر كله يا صديقي. طيب علي، بتعرف شو الجواب؟ القطار، المترو. أكيد. هي. أوكي، طب قلي مين ساعدك؟ أمي. ماما، الله يخليها يا رب. شكرا لك علي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه، واكيد انا وريمبو بنتمنى تكون صديقنا الدائم وتشاركنا دائما. وراح ذكرك انه لحتى تكون نجم الاسبوع لازم تكثر في اتصالاتك كثير كثير وتتصل كثير. اتصال جديد ومنقول الو. الو. حليمه، اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب. القطار. اكيد. اكيد. القطار ولا المترو ولا نفس الشيء؟ نفس الشيء. اوكي، حليمة فاطمة رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. الو. اهلا اهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ القطار. اكيد صح؟ مليون اكيد. يا سلام، مليون شكرا حليمة وفاطمة، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة يا صديقاتي، واكيد شكرا لكم على مشاركتكم الدائمة مع ريمبو. ريمبو بحبكم كثير كثير، واكيد انا بحبكم اكثر كثير. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا أصدقائي، اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تذكريني بالاسم؟ نادرة. نادرة، أهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني صديقتي شو الجواب؟ القطار. أكيد صح؟ صح. أوكي، شكرا لك نادرة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. أنا رح كرر عليكم اللون البرتقالي كان بيقول لليوم ما هو اسم نظام المواصلات المقتبس من القاطرات البخارية؟ سؤالنا كتير سهل أصدقائي، وتذكروا أنه بإمارة دبي في من هذا النظام بطريقة كتير حلوة معاصرة ومتطورة. فكروا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ حامد. علي. حامد ولا حمد؟ حمد. حمد، أهلا وسهلا فيك حمد، خبرني أول مرة بتشاركنا؟
نشارككم. من العين كأنه صح؟ ولا شو؟ أهلا وسهلا حمد. طيب خبرني قد عمرك؟ 5. العمر كله. طيب حمد قلي شو جوابك؟ القطار. كأنه في حدا عم يساعدك صح؟ ايه. مين؟ نادرة. الوالدة؟ أختي نادرة. نادرة أوكي. تحية أكيد كتير كبيرة لنادرة صديقتنا، وشكرا لك صديقي حمد. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا اتصال جديد؟ بنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ هو مين؟ حور علي. حور، أهلا وسهلا فيك يا حور. كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله. خبريني صديقتي، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ قطار. أكيد. حدا ساعدك ولا لحالك عرفتي؟ أبي نادرة. أوكي، في حدا رح يشارك حور؟ مين؟ ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد. أهلا وسهلا فيك محمد، كيفك؟ بخير الحمد لله. محمد من وين، من أي إمارة عم تحكونا؟ راس الخيمة. أهلا وسهلا فيك صديقي. خبرني شو الجواب؟ القطار. أكيد أكيد. وبس أنت وحور رح تشاركوا صح ولا في حدا كمان؟ بس. أوكي، شكرا لكم أصدقائي حور ومحمد، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ مين انتي؟ فاطمة. اهلا وسهلا فاطمة، كيفك؟ منيحة؟ يا فاطمة. فاطمة خبريني طيب شو الجواب؟ بسرعة بسرعة فاطمة. شكرا لك صديقتي، انا قدرت اخذ اجابتك تقريبا على اخر الوقت. وان وانتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هو اسم نظام المواصلات المقتبس من القاطرات البخارية؟ والجواب أكيد صح، المترو أو القطار. ألف مبروك للي شاركوا معنا. رح نعرف ريمبو شو آخر معلومة نخبيها ونقول. ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون البرتقالي، بس هالمرة اللون بيقول عنصر كيميائي يدخل في تركيب العديد من السبائك، حيث يضاف للذهب بكميات قليلة لإعطاء الذهب الصلابة الكافية. تصنع منه العملات المعدنية واستخدم في العصور الوسطى في صناعة الدروع الحربية وبعض الأجهزة والمعدات الموسيقية، كما دخل هذا المعدن في صناعة القدور والأواني المنزلية. ما هو العنصر الذي يدخل في صناعة العملات المعدنية والقدور والأواني المنزلية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. هلا. مرحبا، مين معي؟ نهيان. اهلا وسهلا فيك نهيان، اول مره بتحكينا صح؟ ايوه. اهلا وسهلا. طيب خبرني من وين عم تحكينا وقد عمرك؟ على هدول السؤالين لازم تجاوب. من العين. من العين. وقد عمرك؟ 6. العمر كله يا صديقي. قلي نهيان، عرفت الجواب؟ 6. شو؟ شو الجواب؟ 6. الجواب 6؟ أو أنا ما بقدر أسمع الجواب، ما بعرف. 6. صفر؟ الفضة. الفضة، أوكي. طيب نهيان أنت متأكد من جوابك؟ أيوة. أكيد أكيد يعني؟ طيب نهيان شوف، هو عنصر يدخل في صناعة العملات المعدنية والقدور والأواني المنزلية. يعني معقول يكون فضة؟ ما بعرف، شو رأيك أنت؟ شو؟ نحاس. نحاس. طب قلي كأنه هيك في صوت صغير عم بيساعدك. مين هاد؟ أمي. الله يحفظها. شكرا لك نهيان، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. وطبعا لتعرف إذا جوابك صح أو خطأ لازم تكمل معنا نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. كمان اتصال ومنقول ألو. 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 هاي حليمة. إيه. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟
اوكي نحال كأنك مو متأكدة؟ لا متأكدة. اوكي طيب فاطمة رح تشارك. ايه جود نايت. جود نايت فاطمة. يا فاطمة الو. اهلا اهلا، خبريني شو جوابك؟ نحات اكيد مليون اكيد. يا سلام مليون، شكرا. باي. انا وربع عم نستناكم نهار الثلاثة حليمة وفاطمة، لا تنسوا تكونوا على الموعد. اتصال جديد ونقول الو. الو الو سارة. يا سارة. ايه. سارة اهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ النحاس اكيد اكيدين ونص. طيب ساعدتك كمان هالمره. اوكي مين كمان رح يشارك؟ موزه والشله الباقيه. يا سلام يلا لكان في الدور. الو اهلا موزه، خبريني شو جوابك؟ النحاس. شكرا لك موزه. الو هنيه. آمنة. اهلا وسهلا آمنة، خبريني شو الجواب؟ النحاس. يا سلام الكل متحمس هالمرة. طيب مين كمان؟ سيف. مين؟ سيف. اوكي يلا. الو سيف لا عذيبة. سيف. طيب سيف خبرني شو جوابك؟ النحاس. شلي اليوم بدها تسمع كل الفجيرة الجواب. اوكي مين كمان؟ الو مين؟ سعيد. اهلا وسهلا، خبرني شو جوابك؟ النحاس. اوكي مين كمان باقي؟ آمنة عذيبة. مين؟ عذيبة. عذيبة خبريني شو الجواب؟ النحاس. اوكي شكرا لك عذيبة. هنية. هنية هنية انا اسف دائما بخربط بين هنية وآمنة. هنية الو يلا سمعيني جوابك. النحاس. مو كتير حماس بس يلا مو مشكلة، أصلاً دايماً الصبيان بيتحمسوا أكتر. خاصة الشلة صح؟ سارة. سارة سارة شاركت أول وحدة. ألو سارة شو رح ترجع تشاركي؟ ألو خبريني شو الجواب؟ النحاس. شكراً لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو مرحبا مين معي؟ نادرة. نادرة أهلا وسهلا فيك يا صديقتي من جديد، خبريني شو جوابك؟ النحاس. حمد رح يشارك؟ لا. أوكي شكرا لك نادرة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. كمان اتصال ومنقول ألو. ألو مرحبا مين معي؟ علي من عين. أهلا وسهلا فيك علي من جديد، اللي بكل حماس شو جوابك؟ شكرا لك علي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقي، شكرا على حماسك. كمان اتصال ومنقول الو. الو 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 اصدقائي الو، يلا صار رح يخلص الوقت، انا ما عم اقدر اسمعكم اصدقائي، استغلوا الوقت بسرعه واتصلوا فينا. للأسف بدأ العد التنازلي يا أصدقائي، وعلي كان آخر أصدقاء المشاركين معنا لليوم. 2 1 وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول أصدقائي، ما هو العنصر الذي يدخل في صناعة العملات المعدنية والقدور والأواني المنزلية؟ وأكيد الجواب النحاس. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. أنا وريمبو للأسف مشوارنا معكم بيخلص هون، لا تنسوا تكونوا نهار الثلاثاء على الموعد، تتصلوا فينا وتشاركونا. باي باي.